السابعة بتوقيت القدس الشريف، نشرة مفصلة للأنباء من الميادين نبدأها بالعناوين. تشيع شهداء العدوان الأمريكي تحولوا إلى اعتصام أمام سفارة واشنطن في بغداد، والبنتاغون يرسل جنودا إضافيين لتعزيز حمايتها. القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة تجسس للتحالف السعودي، هي الثالثة خلال 24 ساعة. مجلس جامعة الدول العربية يبدي قلقه حيال التصعيد العسكري في ليبيا ويدعو إلى منع وصول المسلحين المتطرفين والتدخلات الأجنبية. كارلوس غصن يعود إلى لبنان، والخارجية الفرنسية تنفي علمها بظروف خروجه من اليابان. احتفالات رأس السنة تنطلق من نيوزيلندا، وإجراءات أمنية مشددة في كبرى المدن الغربية. مرحبا بكم. يتطور المشهد في العراق بوتيرة سريعة، فمشهد المحتجين على العدوان الأمريكي على مواقع الحشد الشعبي أمام سفارة واشنطن في بغداد غطى على مشهدي الحراك والانقسام السياسي اللذين سادا في الفترة الماضية، ليحل محلهما مشهد وحدة العراقيين في وجه الخرق الأمريكي للسيادة. إذن شيع العراق الشهداء الذين ارتقوا في العدوان الأمريكي على مقر الحشد الشعبي في الأنبار، وقد شاركت جموع غفيرة في مراسم التشييع في بغداد، ورافقتها مسيرات شعبية تندد بالعدوان وتطالب بخروج القوات الأمريكية من البلاد. حصيلة الشهداء بلغت 30 إضافة إلى عشرات الجرحى. هو استهداف بأعداد كبيرة جدا من الشهداء بطريقة موغلة في الحدة والقوة. طبعا سيكون هناك ردا وطنيا عراقيا على هذا الاعتداء وهذه الجريمة. المشيعون مروا أمام السفارة الأمريكية حاملين نعوش الشهداء قبل أن ينصبوا خياما أمام المقر، وأعلنوا الاعتصام المفتوح للمطالبة بإغلاق السفارة وطرد القوات الأمريكية. هذا وقد أطلقت عناصر أمن السفارة قنابل الغاز المسيل الدموع باتجاه المتظاهرين الذين احتشدوا أمام بوابات المقر ورفعوا الأعلام على أسوارها. ثبت انها سفارة التآمر ضد العراق، سفارة التجسس على العراق، وسفارة إدارة مشاريع التخريب. هذا المكان هو مكان التآمر العراق، هذا المكان هو مكان دعم المخربين، هذا المكان هو مكان دعم الجوكر الأمريكي، هذا المكان الذي من عنده تقاد كل عمليات تخريب هذا البلد، هذا المكان الذي تنتهك منه سيادة العراق. اعتداء سافر، اعتداء على السيادة العراقية، تجاوز على كل الأعراف والقيم والاعتبارات، وهذا الاعتداء لن يمر مرور الكرام. أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر عن إرسال قوات إضافية لدعم الموجودين في السفارة في بغداد، فيما أكد مسؤولون عسكريون لوسائل إعلام أمريكية أن لا خطط لإجلاء موظفي السفارة. إلى ذلك انتشرت مشاهد من داخل السفارة يظهر فيها عناصر أمن السفارة داخل المقر أثناء التظاهرات أمام البوابات الرئيسية وفي محيطها. إلى ذلك أفاد مراسل الميادين في بغداد بإطلاق طائرات مروحية أمريكية البالونات الحرارية في محيط وسماء السفارة الأمريكية. الطيران الأمريكي يتعدى على المحاصرين سفارة الشر الأمريكي. هو الطيران الأمريكي يطلق إشعارات نارية فوق رؤوس المتظاهرين.
اخوان دعاكم لاخوتكم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يتوقع أن تقوم القوات العراقية بحماية السفارة، مضيفا أن واشنطن أبلغت بغداد بذلك. ترامب وفي تغريدة على تويتر اتهم إيران بتنسيق ما وصفه بالهجوم على السفارة الأمريكية. من جهتها أكدت وزارة الخارجية العراقية متابعتها عن كثب ما تشهده سفارة الولايات المتحدة الأمريكية من احتجاجات على قصف الحشد الشعبي وما أسفر عنه من ضحايا بين شهيد وجريح. الوزارة أكدت أن البعثات الدبلوماسية العاملة في العراق هي محط احترام وتقدير عاليين، وشددت التزامها بحفظ حرمة السفارات وفقا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. الوزارة أوضحت أن القوات الأمنية ستمنع أي اعتداء واستفزاز للسفارات والممثليات الأجنبية. للمزيد ينضم إلينا من العاصمة العراقية مدير مكتب الميادين في بغداد عبد الله بدران، وكذا معنا من العاصمة الأمريكية واشنطن مدير مكتب الميادين هناك منذر سليمان. مرحبا بكما. سأبدأ معك عبد الله، كيف يتفاعل المشهد فيما حدث اليوم أمام السفارة الأمريكية في بغداد؟ نعم رامية، كان متوقعا أن يكون هناك تشييع لشهداء الحشد الشعبي وكتائب حزب الله العراق إثر الحادث الذي طبعا والعدوان الذي نفذه الطيران الحربي الأمريكي على موقع عسكري عراقي عند الحدود، وبعد ذلك تحول الأمر إلى مظاهرة واقتحام للمنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، والهدف هو طبعا تشييع الشهداء أمام مبنى السفارة الأمريكية، وانتقل الأمر سريعا مع الجموع الموجودة والأعداد الكبيرة من المتظاهرين والقاعدة الشعبية للكتائب ولحلفائها، نعم، وكذلك للحشد الشعبي، ومع حضور القيادات إلى تظاهرة انتقلت سريعا لاعتصام. واضح جدا أن القيادات وضعت ذلك في حساباتها، واضح جدا أن هناك طاعة لهذه القيادات من قبل قاعدتها الشعبية التي اشتركت في هذه التظاهرات، بالإضافة للجسم السياسي لهذه القوى التي اشتركت في هذه التظاهرات. ما حصل انتقل سريعا وتصاعد سريعا، ولم يكن متوقعا أن يتم دخول المنطقة الخضراء من عند الجسر المعلق، والتي طبعا هي أغلقت بالكتل الإسمنتية بعد أن تم فتحها خلال الفترة الماضية، والسبب هو إغلاق بالكتل الإسمنتية لأسباب أمنية تتعلق بالتخوف من أن يتم اقتحام المنطقة الخضراء من قبل التظاهرات، من قبل المتظاهرين في تظاهرات انطلقت في الأول من تشرين الأول الماضي. ما حصل هو انتقال سريع للشارع السريع الذي يحيط بالسفارة الأمريكية ومبنى السفارة الأمريكية، ونتحدث نحن عن مجمع كبير محصن في داخل المنطقة الخضراء، يقع على مساحة كبيرة على ضفاف نهر دجلة، وطبعا فيه إجراءات أمنية وتحصينات من قبل شركة أمنية، وكذلك هناك قبل الشركة الأمنية تحصينات من قبل الفرق الخاصة في القوات المسلحة العراقية، لكن الأعداد الكبيرة وكذلك دخول المتظاهرين وحمل النعوش منع وأحرج و أوقف التحرك والتفاعل لمنع المشيعين من أن يصدوا القوات الأمنية من أن تصد المشيعين. التطورات سريعا بمحاولات لاقتحام هذا المجمع، بعد ذلك احترق جزء من السياج والبوابة الأولى الرئيسية لمبنى المجمع الأمريكي، بعد ذلك حرق للبوابة الثانية للسفارة الأمريكية برغم محاولات جادة وسريعة حقيقية على الأرض من قبل تنسيقيات لهذه التظاهرات والاعتصامات، إلى أن يمتنع المتظاهرون والمشيعون من أن يقتحموا السفارة، وكان واضحا موقفهم النية للانتقال من التشييع إلى التظاهر ومن ثم الاعتصام. ما كان لافتا هو الأعداد الكبيرة التي حاولت الدخول مع الحضور السياسي العراقي، وطبعا الحضور الرسمي، هناك حضور للأمين العام لعصابة أهل الحق، الأمين العام لعصابة الحق قيس الخزعلي، والأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، وكذلك القيادات البارزة في العصائب كحسن سالم ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس الأركان أبو مهدي المهندس، وقوى وفعاليات اجتماعية عراقية حليفة لفصائل المقاومة وكذلك لقوات الحشد الشعبي. المعني الأساسي الأول في هذه رامية هم كتائب حزب الله وكذلك الحشد الشعبي، باعتبار أن الشهداء هم منهما. طبعا هناك تفاعل
سياسي كبير، لكن بنفس الوقت هناك دعوات كان واضحا دقة من قرر من داخل الكتائب بأن يكون الأمر مقتصرا على التظاهر والاعتصام دون أن يكون هناك انفعال من قبل المتظاهرين لاقتحام المجمع أو لحرق السفارة أو لحرق في السفارة من خوفا وتحسبا من أن تترجم الأمور إلى غير مبتغاها أو حدود مبتغاها من قبل الذي تريده الكتائب. لكن طبعا كانت الأعداد كبيرة وتمكنت بالفعل من حرق كرفان لحراسة السفارة. بعد ذلك اضطرت السلطات لأن ترسل تعزيزا من الفرقة الخاصة من أجل تأمين الموقع. واضح جدا وأن الجانب الأمريكي التزم الإجراءات الأمنية الأمريكية الممثلة بالتعزيزات من قبل الشركات في داخل السفارة، وكذلك استخدام القوات في الأثناء قبل الهواء رامية. ورد الميادين أن عربة عسكرية أمريكية انقلبت وهي ضمن قافلة أمريكية كانت قادمة من شمال شرق العاصمة العراقية بغداد من منطقة جديدة الشط. في هذه المنطقة تحديدا استقدم رتل عسكري أمريكي كان من المفترض أن يعني يكون في موقع السفارة لتأمينها كجزء من التعزيزات، انقلبت عربة ضمنهم. وطبعا سماء المنطقة، ونحن قريبون من المنطقة الخضراء بكيلومترات بسيطة، سماء المنطقة تحوم فيها المروحيات التي تخص الجانبين، الأمريكي الذي حلق في سماء المنطقة عبر طائرات الشينوك والأباتشي، وكذلك الطائرات التابعة لطيران الجيش العراقي. تبقى معنا لطفا عبد الله، سيما أيضا موضوع التعزيزات هذه التي ستستخدم لحماية طاقم السفارة وما أشرت إليه أيضا في المعطى الجديد في بهذا الانقلاب الذي ذكرته من خلال يعني ما ربما هذا الرتل الذي يعني يأتي ضمن هذه التعزيزات، هي معطيات مهمة. سأعود إليك لنرصد أيضا الخريطات المواقف التي تتفاعل وإلى أي حد فيها اتساق أيضا كان على مستوى رسمي أو حتى بالنسبة للقوى السياسية في العراق. لكن بالانتقال للزميل منذر سليمان، مع الإشارة إلى المشهد يعني يتفاعل أمام وفي محيط السفارة الأمريكية ويتحول كما فهمنا إلى اعتصام، وهذا أيضا من الاحتشاد إلى التظاهر إلى اعتصام، وحدث بحد ذاته كبير بالنظر أيضا للخلفية التي استدعت ذلك، أليس كذلك منذر؟ مع السؤال إلى أن هناك بيان للخارجية الأمريكية يلحظ فيه أن بومبيو يتابع ما يجري من مكتبه بالنظر إلى أننا نتحدث عن عطلة أعياد، هناك قلق كبير في واشنطن، أليس كذلك مما يجري؟ كيف تجلى ذلك؟ يتصاعد القلق في واشنطن، والملاحظ أن الأصوات المنتقدة والمنددة بموقف ترامب وبالإجراء الأمريكي تتصاعد أكثر. طبعا هي من الحزب الديمقراطي وكان ربما أبرز إدانة وأشد الانتقادات صدرت عن عضو في مجلس الشيوخ كريس ميرفي. صحيح. ومفيد جدا أن يعرف المشاهدين ما قاله. الهجوم على سفارتنا في بغداد أمر مروع ولكنه متوقع. صحيح. لقد حول ترامب الولايات المتحدة إلى دولة عاجزة في الشرق الأوسط، لا أحد يخافنا ولا أحد يستمع إلينا. تم اختزال أمريكا للاختباء داخل غرف آمنة على أمل أن يذهب الأشرار بعيدا، إنه لأمر مشين. طبعا الإدارة تتصرف بطريقة مكابرة وبطريقة تحاول تثبيت رواية، هذه الرواية تتصدع وتتساقط أمام يعني المشاهدين، أمام العدسات التي تنقل المشهد من العراق. ترامب لا يزال في واد آخر، هو قال في تغريدة أخرى بعد التغريدة الأولى، قال أقول للملايين العراقيين الذين ينشدون الحرية ولا يرغبون في أن تهيمن أن تسيطر عليهم إيران، هذا هو وقتكم. يعني هو بالفعل يحاول تصوير كل ما يجري بأنه موقف إيراني، وبأن من يتظاهر ومن يقتحم السفارة هم إما إيرانيون أو أنهم مدعومين من إيران فقط، ولا ينظر إلى اعتبار الشعب العراقي. إذا أضفنا لذلك أمر في غاية الأهمية، أن بومبيو قام بالاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، قام بالاتصال بمحمد بن زايد الحاكم الفعلي في الإمارات، ومحمد بن سلمان الحاكم الفعلي في السعودية، لم يتصل بالقيادات العراقية إلا بعد أن جرى ما جرى حول السفارة الأمريكية من محاولة اقتحامها، واتصل بالرئيس العراقي وبرئيس الوزراء، وكان بشكل تحذيري أكثر. يعني الاتصال هو لمطالبة الحكومة العراقية بأن تحمي السفارة،
وصلتنا معلومات بأنها كانت أبعد من ذلك، تقول بأن على القوات الأمنية العراقية أن تتحرك لفك الاعتصام، وأنه لا يجوز الاستمرار في هذا الاعتصام، لأن هذا المشهد إذا استمر سيكون له تداعياته في الداخل الأمريكي، بمعنى القوى التي تنتقد الآن ستستند إلى أنه لا يجوز اعتبار أن كل ما يجري أنه مسألة تتعلق بين إيران وبين الولايات المتحدة. هذه أرض عراقية، وهذه رغبة شعبية في الطلب بضرورة أن تغلق السفارة أو تغادر القوات الأمريكية. إذا أضفنا إلى هذا الأمر أمر أي آخر، أن براين هوك المسؤول عن الملف الإيراني كان يتباهى أمس في مؤتمرين صحفيين على الهاتف بأن التظاهرات التي جرت في لبنان وفي العراق وحتى في إيران هي تظاهرات ضد إيران، ضد النفوذ الإيراني، ضد القيادة الإيرانية. كيف يمكن تبرير الآن المشهد بأن التظاهرات في العراق هي تظاهرات ضد الوجود الأمريكي وتطالب بطرده؟ نعم، هذه نقطة يعني مهمة جدا. نعم. منذر، واسمح لي أن أنتقل من خلالها إلى الزميل عبد الله بدران، لأنه ما جرى بهذا الحشد الجماهيري الكبير بين التشيع والتظاهر والاعتصام الآن أمام السفارة الأمريكية يكرس حقيقة شرعية الحشد الشعبي وشعبية الحشد الشعبي، في حين شغل على التشويش والتشويه على هاتين النقطتين انطلاقا من الحراك المطلبي المحق، وأيضا الاستثمار في أكثر من جهة وصولا إلى العدوان الأمريكي. أليس كذلك عبد الله؟ وكيف يتفاعل المشهد بالنسبة يعني للمواقف على المستوى الرسمي والقوى السياسية؟ هل تبدو متناسقة متسقة؟ ليست تماما رامية. القوى السياسية العراقية التي أجمعت بعمها الأغلب في أن ترى ما نفذته أمريكا عدوانا وخرقا للسيادة واعتداء على العراقيين في أرضهم العراقية بمختلف قواهم، طبعا بالمناسبة القوى الشيعية والقوى العربية السنية والفعاليات والفصائل وكذلك الحشد الشعبي وعشائر محافظة الأنبار والموقف لممثلي القوى العربية السنية لجهة ما حصل وتوصيف ذلك بالعدوان هو أشبه بالجبهة الاجتماعية التي ضغطت حتى على الجبهة السياسية والتي ترى في ذلك عدوانا واضحا موصوفا وخرقا للسيادة واعتداء على العراق. لكن هناك طبعا مؤشرات كثيرة في ضعف الطبقة السياسية العراقية رامية. المآخذ التي على هذه الطبقة السياسية العراقية على رأسها كيف سمح ولماذا اتخذت إجراءات أمنية مشددة في العاصمة العراقية بغداد لمنع المتظاهرين من دخول المنطقة الخضراء، التظاهرات التي انطلقت في الأول من تشرين الأول الماضي، وكيف سمح لذوي الشهداء في الحشد الشعبي في أن يقتحموا مبنى أو يقتحموا المجمع في داخل المنطقة الخضراء أو يدخلوا إلى المنطقة الخضراء. تجد قوى سياسية عراقية وحتى فعاليات اجتماعية أن هناك عدم دقة في التعاطي والتعامل، بمعنى أن ما حصل من عمليات حرق وجه له نقد. كيف دخلت قنابل المولوتوف إلى داخل المنطقة الخضراء واستهدفت فيها البعثة الدبلوماسية؟ ولماذا يراد أن يتحول أمر استنكار الاعتداء والعدوان الأمريكي والجرأة على خرق السيادة العراقية والاستهتار والاستهانة بالدم العراقي من استنكار واعتصام وتظاهر ومطالب ومطالبة بمطالب محقة إلى تحويل الأمر وكأنه تصفية حساب سياسي ليس إلا بطريقة لا تليق بالدماء التي سقطت؟ القوى السياسية العراقية ربما أجمعت في داخل تحالف البناء على أن يكون ما حصل هو تأكيد جديد على شرعية الحشد الشعبي. صحيح. لكن هناك قوى سياسية عراقية أخرى رامية تجد في أن ما حصل هو محاولة حشر لموقف الموقف التنفيذي للدولة، وربما كان من المفترض أن تقف الأمور عند حدود عدم اقتحام السفارة أو محاولات اقتحام أو حرق السفارة، على اعتبار أن السلطة العراقية ضعيفة لدرجة أن أبلغ رأس السلطة بالضربة التي ستستهدف هذا الفصيل عند الحدود العراقية السورية، ولم تتمكن بغداد بموقفها الرسمي أن تمنع هذه الضربة. نعم. وهذا طبعا بموقف رسمي عراقي، وبالتالي طبعا وربما الأكثر دقة في اختيار الخطوة كانت كتائب حزب الله عندما وجدت أن هناك تفاعلا وانفعالا وغضبا وأعداد كبيرة من الحشود قد أحاطت بمبنى السفارة الأمريكية، دعت بشكل واضح وقاطع إلى ضرورة عدم الانجرار لحرق أي
ملحق بالسفارة ومنع أي محاولة اقتحام لهرم السفارة، لأن القناعة ثابتة رامية أن هذا موقع مدني دبلوماسي وليس موقعا عسكريا، وهذا ضمن العقيدة بدون تفصيلات. صحيح. يعني العقيدة صحيح. الدينية والجهادية لدى هذا الفصيل ولدى نظرائه وحلفائه من الفصائل في أن هذا هو موقع أمني، موقع مدني دبلوماسي، حتى وأن وصف بأنه وكر، حتى وأن وصف بأنه منبع للشر وفق بعض الأدبيات، لكن هناك قناعة ونضوج في أن هناك حضور دبلوماسي، وبالتالي الوصول للسفارة لا يشابه أبدا القصف الذي ينفذ على موقع عسكري في عين الأسد أو في كيوان أو في غيرها من المواقع. مضافا لذلك وفي الاستثمار، أنت سألتي عن الجبهة السياسية، هناك موقف لقوى تحالف القوى العراقية لم يؤيد بشكل كامل ما حصل. عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة أيضا لم يؤيد ذلك. المقرب من الصدر وجد في أن من تم لومه منذ سنين على دخول المنطقة الخضراء للضغط على البعثات اليوم ينفذ ذلك، وبالتالي تحاول القوى السياسية العراقية رامية أن تستثمر في أي خلاف وفي أي نقطة خلاف، وهذا طبعا يدلل على أن هناك ضرورات تستدعي أن يكون التعامل مع الحدث وحجمه كما اتحدت جبهة سياسية اجتماعية كبيرة شعبية أدانت ما حصل واعتبرته عدوانا واعتداءا وخرقا يستدعي الرد، كان لزاما كما تقول قوى سياسية عراقية على الحكومة بدل أن تسلم السفارة الأمريكية للاحتجاج أن تستدعي السفير العراقي في الولايات المتحدة. من هنا مما لا شك فيه بأنه بعدوان يوم الأحد حتى اليوم المشهد فيه الكثير من الرسائل وحتى المعاني والمغزى الكبير الذي يمكن أن يكون مقتصر على العراق على أكثر من مستوى وأوسع من ذلك. وهنا أنتقل إليك منذر سليمان، إن كان لدينا ما يمكن البناء عليه مما لا شك فيه بأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها فوبيا السفارات واقتحام سفاراتها إن كان طهران أو حتى في ليبيا وما إلى ذلك. المشهد كبير له عناوين أساسية وربما مضبوط بإيقاعه، لكن المغزى الذي يمكن أن نراه من هذا الاعتصام أمام السفارة كبير جدا. ما الذي دفع الولايات المتحدة الأمريكية للقيام بمثل هكذا خطوة، أن تقوم بعدوان بهذا الشكل بهذا الكم الكبير أيضا من الضحايا بين شهداء وجرحى، ولا يمكن للساحة العراقية أن تكون بلا رد بالنظر إلى هذا العدوان؟ على ماذا بنت واشنطن حساباتها؟ هل هناك ما يفسر ذلك؟ يعني المكابرة والاستخفاف وانتهاك السيادة العراقية أمر يبدو أنه أساسي في هذه المقاربة الخاطئة، يعني وترديد موضوع الحسابات الخاطئة ليس فقط صادراً عن معلقين عاديين، يعني مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية سابق وخدم في إدارات متعددة توماس بيكرينج ذكر هذا الأمر بوضوح وقال بأنه الأمر مقلق، وبدت الآن الأصوات تقول، يعني سناتور آخر ومفيد أن نذكر المشاهدين بما قالوا، سوء تصرف ترامب في المنطقة يجعلنا أقل أمانا، وهنا يتلاقى مع السناتور ميرفي ويقول حان الوقت للكونغرس لوقف هذا الاندفاع الأحمق نحو الحرب، بمعنى أنه هذه الأمور قد يعني تتدحرج إلى أكثر منها. ولكن لكي نؤكد المقاربة المستهترة من قبل هذه الإدارة، لنلاحظ ترامب نفسه اتصل بحفتر، اتصل بأيضا جنرال كردي للقوات الكردية، لم يتصل الآن لا بالرئيس صالح ولا برئيس الوزراء. عندما تم إبلاغ بالعملية العسكرية قبل ربع ساعة من تنفيذها وقيل لرئيس الحكومة القرار قد اتخذ أنها ستتم بعد ساعات، ولكنها تمت بعد، كان القرار اتخذ، وعندما قال له لا تقدم على ذلك وهذا أمر خطير، ماذا أقدم؟ كان عمليا ضلله بأن قال له ستتم خلال ساعات، وتمت بالفعل، يعني حسبنا نحن الوقت بأنه كان هناك ربع ساعة فقط بين الموعد الذي اتصل فيه ومن اتصل، وزير الدفاع أيضا. يعني عندما قرر ترامب وتراجع عن قراره في نقل القوات الأمريكية من سوريا، ماذا جرى؟ الانسحاب، تم سحب القوات الأمريكية من سوريا إلى العراق دون مشورة السلطات العراقية. عملية الاستهتار يعني يمكن تعداد العديد من المؤشرات ومن التصرفات. عندما جرت التظاهرات وبراين هوك المسؤول عن الملف إيران اعتبرها أنها جزء من
يعني اللابي الأمريكي أو جزء من المساعي الضغط الأقصى الأمريكي، وأن هذه التحركات تصب في خدمة استراتيجية الضغط الأقصى، نجد أن كل هذا الوهم بأن ما يجري في المنطقة يمكن أن يكون باتجاه مزيد من الضغط لتركيع إيران، وبالتالي الوضع المخلخل في العراق وعدم وجود استقرار حكومي جعل هناك أيضا تمادي بهذا التفكير وإرسال إشارة لأن هناك خشية من الاشتباك المباشر مع إيران. نعم. هناك خشية من استهداف إيران مباشرة. يتم الحديث عن ضرورة مواجهة إيران ومواجهة نشاطاتها، ولكن نسب إليها كل ما جرى في المنطقة بما فيه الضربة السعودية وغيرها والناقلات وغيرها وإسقاط حتى الطائرة الأمريكية بشكل واضح، ومع ذلك لم تقدم الولايات المتحدة. إذن كان هناك اعتقاد الأفضل أن نرسل إشارة لخشيتنا بإمكانية أن تتعرض قواتنا في سوريا وفي العراق في المستقبل القريب إلى عمل مقاوم ومشروع، بالتأكيد كان هناك رغبة في الإقدام على هذه الخطوة التي يعتبرها الأمريكيون الآن المنتقدون أنها خطوة حمقاء. وربما سنرى مفاعيل عكسية تشرع بشكل كبير العودة لما شاهدناه في سنوات ليست بعيدة، المقاومة المباشرة للاحتلال الأمريكي في وجوده بتعريفه أيضا على هذا الشكل اليوم في عام 2019 ومقبلا في 2020 طالما نحن في اليوم الأخير من هذا العام. أشكرك جزيل الشكر مدير سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن حدثنا مباشرة من العاصمة الأمريكية، وكذا موصول الشكر للزميل عبد الله بدران مدير مكتب الميادين في بغداد حدثنا مباشرة من العاصمة العراقية. وفي الحدث العراقي نبقى حيث القيادي في الحشد الشعبي جواد الطليباوي قال إن ما يجري أمام السفارة الأمريكية هو رد فعل طبيعي على العدوان الأخير، واصفا للسفارة بأنها وكر للتجسس والأعمال التخريبية في العراق. اليوم نطالب الحكومة العراقية ونطالب البرلمان العراقي بتشريع قانون سريع وعاجل لإخراج القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، وكذلك إخراج وكر السفارة هذه وكر من وكر التجسس والتعامر. اليوم واضحا لكل أبناء الشعب العراقي على أن هذه السفارة هي تقوم بالتجسس وكذلك تقوم بتنفيذ عمليات تخريبية داخل الشعب العراقي أو داخل العراق. الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي قال للميادين أن الرد على العدوان سيكون واضحا، وأكد أن أعداد القوات الأمريكية في العراق تتزايد، وقد تم هذا الأسبوع استبدال موظفين مدنيين في السفارة بعسكريين. الأمريكي استهدافاته متواصلة، وأحيانا يقول نيران صديقة، وأحيانا يعتذر بأعذار شتى، ولكن هذه المرة أبلغ الحكومة العراقية أنه راح يستهدف معسكر من معسكرات الحشد الشعبي علنا، وصرح بها البارحة سيد عادل. ولذلك يقول أنا أقول اليوم أكو فرصة مؤاتية للحكومة العراقية أن تقف وقفة جادة أمام هذا التطور الخطير، وأدعو من خلال قناة الميادين الأخ الحلبوسي رئيس البرلمان أن يدعو إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان العراقي، ويشرعون القانون بإخراج الأمريكان الذين الآن تتزايد أعدادهم بالمعسكرات. هذه السفارة الأمريكية نحن بعد عنها أمتار، خلال هذا الأسبوع طائرات الشونيك أكثر من 7 مرات تنزل يوميا، وأبدلوا الموظفين المدنيين بناس عسكر موجودين، وبدأت أعدادهم تزايد، وعدهم مشروع كبير جدا وهو تقسيم العراق مرة ثانية، هذا مشروع بايدن. الولائي أكد للميادين أن أكثر من 30,000 عنصر من داعش ما زالوا تحت الرعاية الأمريكية على الحدود ويتسللون إلى الساحة العراقية. لا زالوا الأمريكان الآن يرعون الدواعش بالشريط الحدودي بين العراق وبين سوريا، أكثر من 30 على طول الحدود اللي هي أكثر من 350 كيلو، أكثر من 30,000 من الدواعش لا زال الآن تحت الرعاية الأمريكية. وأنا شخصيا تحدث مع الحكومة العراقية في مؤتمر مع رئيس الحكومة مع رئيس الوزراء مع الأخ برهم صالح مع رئيس البرلمان أن الأمريكان لا زالوا يرعون هذا الموضوع، وأكو تسللات موجودة من هذه المعسكرات إلى الساحة العراقية.
بالتوازي قال رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية السابق حاكم الزاملي، قال إن تحقيقات اللجنة الخاصة بسقوط الموصل أثبتت أن الأمريكي كان متورطا في دعم داعش. وفي حديث للميادين أكد أن واشنطن دعمت دخول داعش إلى العراق لإضعافه. أمريكا كانت ملزمة أن تزود العراق بالتحركات وبالتصاوير الجوية والمعلومات الاستخبارية، وتساعد كذلك العراق في استخدام القوة واستخدام طائراتهم الأمريكية لضرب الدواعش ومنعهم من الوصول إلى مناطق أو الحدود العراقية. لذلك لم تنصلت أمريكا في حينها، وأنا كنت رئيس لجنة التحقيق في سقوط الموصل وثبتت هذه المعلومة وهذه هذا البيان في تواصلنا، أن أمريكا كانت داعمة لداعش وهي مخطط أن يتم دخول داعش، وهذه أجندة معروفة لإضعاف العراق باعتبار العراق قطب في هذه المنطقة، وأمريكا واضحة هي لم تأتي للعراق إلا غايات واضحة هو أمن إسرائيل وأمن أمريكا في هذه المنطقة. إذن يشهد العراق اتحادا في وجه التدخلات الخارجية، تظاهرات تجوب المدن العراقية وتندد بالاعتداء على السيادة وتدعم الحشد الشعبي. نعم للحشد، نعم للحشد، كلا يا أمريكا، كلا أمريكا. العراق المنقسم من جراء الأزمات الاجتماعية والاقتصادية ومعضلة تأليف الحكومة اتحد على إدانة العدوان الأمريكي على مقر الحشد الشعبي. كلا كلا أمريكا. الأعلام الأمريكية والإسرائيلية تحرق في المدن العراقية، فواشنطن فتحت على نفسها الباب مجددا أمام مرحلة جديدة من الصراع مع الشعب العراقي. آلاف العراقيين نزلوا إلى الشوارع تنديدا بالاعتداء الأمريكي على قوات رسمية عراقية ودعما للحشد الشعبي، وعبروا عن رفضهم الشديد للتدخلات الأجنبية في البلاد. احنا اليوم في محافظة كركوك نقف وقفة احتجاجية واستنكارية على هذا الفعل الغاشم للعدوان الصهيوني الأمريكي لإسرائيل. نحن متظاهرين محافظة البصرة من طلبة الكليات والمعاهد، نستنكر جميع التدخلات بجميع أنواعها وجميع أشكالها ومن أي طرف كان، ونستنكر بالتحديد ما حدث يوم أمس في قضاء القائم محافظة أنبار من اعتداء سافر على قوات الحشد الشعبي من قبل القوات الأمريكية. رسالتنا الأولى للقوات الأمريكية، مهما قصفتم، مهما ضربتم، مهما قتلتم، نحن باقون، نحن أبناء المرجعية صامدون من أجل أرضنا ومقدساتنا وعرضنا. المتظاهرون نادوا بإقرار البرلمان قانون إخراج القوات الأمريكية من العراق، وإلا فإن حق المقاومة في تحرير الأرض يصبح نافذا. دانت السعودية ما وصفته بالهجمات ضد القوات الأمريكية الموجودة في العراق والتي أدت إلى مقتل أمريكي. مصدر مسؤول قال لوكالة واس للأنباء إن السعودية ترى في هذه الهجمات انتهاكا لسيادة العراق، وبأنها تؤثر على جهود مكافحة الإرهاب، ما يستلزم دعم جهود التعاون بين الحكومة العراقية وقوات التحالف الدولي وفق ما جاء في البيان. أشعر بالرضا الذي ساد في إسرائيل بعد العدوان الأمريكي على العراق، قبلته تحذيرات من خبراء ومحللين تطالب بضرورة التزام الصمت وبعدم تعليق الآمال المسبقة بأن يعكس هذا العدوان تغييرا في السياسة الأمريكية تجاه إيران في المنطقة. منال إسماعيل. بعد أن لذ بالصمت ساعات طويلة، دخل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على خط الاعتداء الأمريكي على مواقع للحشد الشعبي في العراق عبر اتصال أجراه بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، هنأه فيه على الاعتداء الذي وصفه بالعملية الهامة ضد إيران ووكلائها في المنطقة. اتصال نتنياهو ببومبيو تبعه موقف لقائد سلاح الجو الإسرائيلي اللواء عميكام نوركين، هو الأول لمسؤول عسكري كبير من الاعتداء الأمريكي في العراق، عندما قال إن هجوم سلاح الجو الأمريكي قبل يومين في العراق ينطوي على احتمال لحصول تحول. المواقف الإسرائيلية هذه على الصعيدين العسكري والسياسي جاءت على وقع اهتمام إعلامي واسع وكبير أيضا بالاعتداء الأمريكي على العراق، وفي ظل طرح أسئلة حول أبعاده وتأثيراته على التطورات في المنطقة. من غير الواضح إذا كانت الولايات المتحدة قد غيرت سياساتها، وهذا في الحقيقة السؤال الكبير. هل يتعلق الأمر بهجوم موضعي من قبلها على قوات إيرانية أم بتغيير السياسات التي تبعها ترامب في الأشهر الأخيرة، وهو ما تأمل إسرائيل أن يحصل؟
الرضا الإسرائيلي مبرر، الأمريكيون يضعون شيئا فشيئا خطا أحمر مقابل الإيرانيين، لكن التقدير في إسرائيل الآن أن ما حصل حادث موضعي لا تغيير في السياسة. الارتياح الإسرائيلي المعلن بوضوح من الاعتداء الأمريكي على العراق قابلته دعوات لإسرائيل بالحذر وعدم التدخل أقله في المدى المنظور كي لا تجر مواقفها عليها ردا إيرانيا قاسيا. أعتقد أنه على إسرائيل الصمت وألا تكون كمن أشعل النار الإيرانية مقابل الأمريكيين. التوصية الأفضل لإسرائيل الآن هي الحفاظ على الصمت وعدم التدخل. التقديرات السائدة في إسرائيل تشير إلى أن الاعتداء الأمريكي على العراق يهدف لترميم الردع بوجه إيران، وأنه بالرغم من الآمال في إسرائيل فمن المشكوك فيه كثيرا أن تكون قواعد اللعبة الأمريكية قد تغيرت إزاء إيران في المنطقة. تواصلون بتقديم السابعة ولكن بعد فاصل قصير. أهلا بكم من جديد في السابعة من الميادين والتي نستألفها من اليمن، حيث أسقطت الدفاعات الجوية للجيش ولجان شعبية طائرة تجسس من نوع فانتوم في حجة، وهي ثالث طائرة تجسس تسقطها الدفاعات الجوية اليمنية خلال 24 ساعة. وكانت الدفاعات الجوية اليمنية قد تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية من نوع كاريال تابعة للقوات السعودية في أجواء منطقة الصليف بمحافظة الحديدة. ٢٠١٩ يكاد يكون عام التحولات العسكرية الاستراتيجية للقوات المسلحة اليمنية، فقد فرضت معادلات عسكرية جديدة على الأرض، وهي عشية العام الجديد تلوح بمرحلة الوجع الكبير لقوات العدوان. أحمد عبد الرحمن. تحولات استراتيجية كبرى شهدها خامس أعوام الحرب على اليمن 2019، من الدفاع إلى الهجوم في العمق السعودي بضربات مزدوجة للطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والمجنحة برصيد 92 عملية نوعية، أبرزها ما عرف بعمليتي توازن الردع الأولى والثانية على حقل الشيب النفطي ومصفاتي بيجيج وخريص شرق السعودية، إضافة إلى عملية التاسع من رمضان رافقتها 110 عمليات ناجحة للقوة الصاروخية، أهمها إطلاق 10 صواريخ بالستية دفعة واحدة. 2019 كان عام انتصارات معروفة ومشهودة أمام العالم، من ضمنها استهداف أرامكو الذي كسر ظهر العدوان، ونتيجة للمبادرة التي أطلقها الأخ رئيس المجلس السياسي في 2019، المبادرة لإيقاف الحرب، توقفت صواريخ والطائرات المسيرة. تحول عسكري آخر شهده عام 2019 على مستوى الدفاع الجوي تمثل في إسقاط 69 طائرة للتحالف السعودي، وعلى الأرض قال الناطق العسكري إن قوته نفذت 1686 عملية على طول مسرح العمليات القتالية، كانت أبرزها عملية نصر من الله وأخرى واسعة على الحدود لم يعلن عنها. اليوم أمام تطوير وتحديث وتصنيع للقدرات العسكرية المتطورة على المستوى الدفاعي الداخلي والهجومي كذلك، وعلى كافة صنوف القوات المسلحة. القوات اليمنية أعلنت أيضا عن توسيع بنك أهدافها على طول جغرافيا دول العدوان وعرضها، وتحديد 9 أهداف بالغة الأهمية، 6 منها في السعودية و3 في دولة الإمارات، مع جاهزيتها أكثر من أي وقت مضى لتنفيذ ما تسميه مرحلة الوجع الكبير.
في جردة لحصيلة إنجازاتها المشهودة تغلق القوات المسلحة اليمنية عاما مضى وبالتلويح بما تسميه مرحلة الوجع الكبير تستقبل عاما جديدا بعد نجاحها في فرض قواعد اشتباك جديدة وفي رسم معادلات عسكرية رادعة. أحمد عبد الرحمن، صنعاء، الميادين. في شأن الليبي أعلن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين رفضه التدخلات الإقليمية التي تسهم في تسهيل انتقال المسلحين المتطرفين من مناطق الصراع إلى ليبيا. وأكد مشروع القرار الصادر عن اجتماع المجلس التزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ورفض التدخلات الخارجية إلى جانب دعم العمليات السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات. في لبنان أعرب الرئيس ميشيل عون عن تفاؤله بإمكان الخروج من الأزمة الراهنة آملا أن تتشكل الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة. كلام عون يأتي في ظل تسارع المشاورات لتأليف الحكومة العتيدة برئاسة حسان دياب والتي ستضم اختصاصيين. عباس صباخ. تفاؤل في لبنان بقرب ولادة الحكومة، حكومة ستواجه الكثير من التحديات. فرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون عبر عن تفاؤله بإمكان الخروج من الأزمة الراهنة. عون أمل أن تتشكل الحكومة الجديدة في الأيام القليلة المقبلة، بيد أن الحكومة المدعومة من الغالبية النيابية قد تواجه معارضة من تيار المستقبل الذي آثر رئيسه سعد الحريري عدم العودة إلى رئاسة الحكومة. ولكن ما يدار اليوم من الحبكة التأليف ما بتبين الصورة بأنه عم يتم تداول أسماء مجردة من أي أحزاب أو مرجعيات سياسية. إذا كانت شكل الحكومة والوزراء بيلبوا الحاجات اللي نحن عم نقولها بساعتها بوقتها منشوف إذا بنعطي الثقة أو لا. القوات اللبنانية التي سبق وتركت حليفها السابق سعد الحريري تنتظر تأليف الحكومة لتقرر دعمها أو معارضتها. لازم تكون حكومة أخصائيين مستقلين، إذا كانت هيك ما عندنا أي مانع أكيد لنشارك فيها ولنسمي فيها، لأن نحن رجع عم نقول مستقلين وأخصائيين. كل الباك أب اللازم، كل الدعم اللازم، الثقة كله أكيد ساعتها بهالحالة بنكون ما في أي مشكل عندنا. أما الشارع فيأمل أن تحقق الحكومة العتيدة مطالبه. مطلوب من الحكومة العتيدة أو الجديدة بادي الأمر أن تبدأ بإعادة المال المنهوب. مطالب أخرى يرفعها المحتجون في الساحات. إذا صدقت التوقعات فإن الحكومة الثالثة في عهد الرئيس عون ستبصر النور قريبا وسط تحديات جمة ستتطلب الكثير من الجهد الوزاري لتجنب الانهيار في البلاد. ترقب في لبنان لولادة حكومة حسان دياب التي ستكون من الاختصاصيين، وأمامها مهمة أساسية تكمن في إنقاذ البلاد من أزماتها وسط تحديات داخلية وخارجية. عباس صباغ، بيروت، الميادين. قالت وزارة الخارجية الفرنسية أن الحكومة الفرنسية لم تكن تعلم بملابسات رحيل المدير التنفيذي السابق لشركة نيسان والمحتجز في اليابان تحت الإقامة الجبرية كارلوس غصن ولا بوصوله إلى لبنان. وكان غصن قد أكد فور وصوله إلى بلده الأم أكد أنه لم يعد رهينة النظام القضائي الياباني واصفا إياه بالمتحيز والظالم. قبيل منتصف الليل وصل كارلوس غصن إلى لبنان. لم يكن أحد يتوقع وصوله، ولم يكن بطبيعة الحال اسمه وجواز سفره على لائحة أي طائرة مغادرة من اليابان. أما كيف دخل الطائرة وخرج من اليابان رغم الحراسة المشددة على مكان إقامته فلا أحد يعلم حتى الساعة. أحد محامي غصن الياباني جوني شيرو هيروناكو قال إن أفعال غصن لا يمكن تبريرها، وإن جوازات سفره الفرنسية والبرازيلية واللبنانية في حيازة فريق المحامين ولم يكن يستطيع استخدام أي منها، وإنهم ليسوا على علم بإمكانية قيامه بهكذا خطوة وليسوا مسؤولين عنها. هذه المرة ليست الأولى التي يختلف فيها غصن مع فريق المحامين الخاص به، فهو يدافع عن نفسه بالبراءة بعكس توجيهات المحامين. غصن وفي أول بيان له قال إنه لا يفر من العدالة بل من الظلم والاضطهاد السياسي، وإنه بات بإمكانه التواصل بحرية مع وسائل الإعلام
علما أنه كان قد حصل مطلع العام الحالي على إطلاق سراح مشروط مقابل 9 ملايين دولار، لكن فور إعلانه عن عقد مؤتمر صحفي أعيد اعتقاله، حيث نشر تسجيلا احتياطيا اتهم فيه مدراء في نيسان بالتآمر عليه والقضاء الياباني بالانحياز. في أول موقف فرنسي قالت وزيرة دولة للشؤون الاقتصادية أنيس بانيير-يوناشي أن لا أحد فوق القانون، ولكن غصن سيكون بوسعه الحصول على المساعدة القنصلية كمواطن فرنسي. إنه ليس فوق القانون، وإذا فر مواطن أجنبي من القضاء الفرنسي سنكون منزعجين للغاية، لكن من ناحية أخرى غصن مواطن لبناني وبرازيلي وفرنسي، وهو يستفيد من الدعم القنصلي لبلادنا مثل كل الشعب الفرنسي. ليس لدى اليابان معاهدة لتسليم المطلوبين مع لبنان بحسب وزارة العدل اليابانية، ما يجعل من غير المرجح أن يجبر على العودة إلى طوكيو، لكن مصادر دبلوماسية يابانية قالت إن طوكيو قد تطلب من لبنان ضمان مواصلة المحاكمة. وصف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف دور الصين في دعم القضايا الدولية بما في ذلك إيران بالمهم جدا. جاء ذلك خلال لقائه نظيره الصيني في بكين التي وصلها أمس آتيا من موسكو. ظريف أكد أن تطور العلاقات بين البلدين إلى مستوى استراتيجي يعكس رغبة الطرفين في تعزيزها، ودعا ظريف المجتمع الدولي إلى مواجهة الأحادية ودعم التعدي منتقدا العقوبات الأمريكية ضد إيران. دخلت نيوزيلندا العام 2020 بالاحتفالات والألعاب النارية التي أضاءت سماء كل من أوكلاند وويلينغتون. بدأ العد التنازلي لاستقبال العام الجديد، وجرى ذلك على وقع قرع الطبول ونفخ الأبواق في عرض فني لافت. لكن الهواجس الأمنية تخيم على أجواء الأعياد في العديد من الدول في العالم. فرنسا استبقت ليلة رأس السنة بنشر نحو 100,000 شرطي، وقال وزير الداخلية الفرنسي بأنه لا يوجد خطر أمني محدد لكن يتم الاستعداد لكل شيء. مدينة نيويورك شهدت بدورها تعزيزات أمنية، وتم استخدام الكلاب المدربة للكشف عن أي متفجرات محتملة في الأماكن التي من المتوقع أن تشهد تجمعات. موسكو أيضا شهدت إجراءات أمنية في مواقع الاحتفال قبل بدء الاحتشاد. في أستراليا التي قلصت مساحة الأعياد في رأس السنة الجديدة على خلفية الحرائق المستمرة، رجحت السلطات فيها مقتل 3 أشخاص محاصرين في حرائق الغابات جنوب شرق البلاد. الحرائق الضخمة تسببت بدمار واسع النطاق وأجبرت الآلاف على الفرار. مسؤول محلي تحدث عن تقارير أولية ب3 وفيات محتملة في بلدات صغيرة، ولفت إلى أن وصول الشرطة إلى هذه المواقع غير آمن بسبب الحرائق. بهذا نصل إلى ختام السابعة، نذكركم بعناوينها. تشيع شهداء العدوان الأمريكي يتحول إلى اعتصام أمام سفارة واشنطن في بغداد، والبنتاغون يرسل جنودا إضافيين لتعزيز حمايتها. القوات المسلحة اليمنية تسقط طائرة تجسس للتحالف السعودي، هي الثالثة خلال 24 ساعة. مجلس جامعة الدول العربية يبدي قلقه حيال التصعيد العسكري في ليبيا ويدعو إلى منع وصول المسلحين المتطرفين والتدخلات الأجنبية. كارلوس غصن يعود إلى لبنان، والخارجية الفرنسية تنفي علمها بظروف خروجه من اليابان. احتفالات رأس السنة تنطلق من نيوزيلندا، وإجراءات أمنية مشددة في كبرى المدن الغربية.
دائما للمزيد من الأخبار والتقارير إضافة إلى مواكبة البث الحي للميادين، تفضلوا بزيارة موقعنا على الإنترنت الميادين.net إضافة إلى موقعنا باللغة الإسبانية وصفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي. الزميل أحمد أبو علي يصحبكم في حلقة جديدة من المشهدية على رأس الساعة. إلى اللقاء.